السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. فهاد لا فيديو كيف ما لاحظتوا من العنوان ما غيكونش ريفيو ولا تيست ديال شي منتوج، مي غندير لكم فيديو اللي مفيد اكثر من ريفيو اللي عادي، واللي كيف ما لاحظتوا فيها الاثمنه ديال جميع الايفونات دابا اللي كيتباعوا بزاف في السوق في المغرب. وهذه فيديو اللي لاحظت بانها غتفيدكم بزاف، جاوني دي ميساج عليها، ناس كيبغيو يعرفوا قبل ما يمشيوا مثلا السوق يعرفوا الاثمنه ديال كل هاتف وبالاخص كل ايفون، باش يقدروا يديروا لي حساب قبل ويعرفوا شنو غياخذوا اين فيرسون اللي غتوالم البودجي اللي عندهم. فهادشي اللي غنديروا في هذا الفيديو باش تعرفوا السوق شنو فيه، وبينوا لي في التفاعل ديالكم في هذا الفيديو نيت. الى عجبتكم ديروا جيم والصوره الاكبر عدد ممكن ديال لي لايك، باش نشوف الى هذا الفيديو فاتكم غندير سلسله منها تقريبا كل شهر ولا كل شهرين، باش توليو مثلا ملي تبغيو تشريو شي منتوج غادي تجيو لا فيديو فاجي نسولك وغتشوفوا الثمن وغتمشيو ديك الساعات نيشان عارفين السوق شنو فيه. فدابا انا وجدت لكم لا ليست ديال الايفونات المهمين اللي كيتباعوا دابا في السوق وبلي لي فيرسيون، يعني في لي ستوكاج اللي مختلفين، جبت لكم اهم وحدين. هاد كاين بطبيعه الحال لي مارك اللي كبار ولا المحلات اللي كبار، هذوك ما جبتش لكم اثمنه ديالهم حيت راه معروفين المحلات الكبار كيقدموا دي غارونتي ودي سيرفيس ابري فونت، راه عندهم دي سيت ديالهم في المغرب، غتقدروا ديك الساعه تدخلوا تشوفوا الاثمنه ديالهم حتى هما. انا جبت لكم دابا الاثمنه ديال الحوانت اللي صغار درب غلف باش تكون عندكم علم بهم. فنبداو باول واحد واللي هو هذا نيت اللي كنا درنا عليه تيست من كان يلا دخل المغرب، وهو الايفون 13 برو ماكس فيرسيون 256 جيجا، اللون ازرق، الثمن ديالو حاليا في السوق 13200 درهم. باش نعرفكم واش متبعين بصح ولا شي، اجي نسولك اللي عاقل على لا فيديو اللي كنت درت عليه يقول لي الثمن ديالو لتحت بشحال كنت شريته في النهار اللي يلاه خرج عالميا وصل المغرب وكنت درت عليه فيديو، قولوا لي بشحال الثمن، عرفتي الثمن اللي خيالي في ذاك النهار مقارنه مع هذا الثمن اللي كاين دابا. واللي نقدر نقول لكم عليه دابا مورا تقريبا واحد شحال دابا قريبه غدا قريبه العام، قول واحد 10 شهور ديال الاستعمال، فالتليفون اللي خطير واعر. اهم حاجه عجبتني فيه وهي لا بيرفورمانس ديال الباتري اللي حسنوها بشكل كبير، التليفون كيشد لكم النهار واخا كانت فيه 100% في الباتري، هذا فيه 94% دابا بكثره الاستعمال، مي واخا هكاك التليفون كيدوز ديال النهار، وهذه اهم حاجه عجبتني. زيد عليها الكاميرا ديالو اللي خطيرين، لا فلويديتي اللي كاينه في لي زابليكاسيون والسيستم ديال اي او اس. ان شاء الله ما بقى والو، لا فيرسون ديال الايفون 14 هو غنحاول ان شاء الله نجيب لكم لا فيرسون برو ماكس ديالو في الوقيته اللي خرج فيها في المغرب. كنت باغي بصراحه نجيب لكم حتى الاثمنه ديال لوكازيون، مي لوكازيون جاتني صعيبه في الايفونات حيت راكم عارفين كيتبازاو على لا باتري، يعني لا باتري الا كانت في 100% ماشي هي 96 ماشي هي 90، فكل مره هادشي كيتبدل، داكشي جاتني شويه صعيبه. فجبت لكم الاثمنه ديال الايفونات اللي جداد. دابا نفس الهاتف يعني 13 برو ماكس 256 جيجا اللون اللي خضر، هذا زايد ب 100 درهم، يعني الثمن ديالو 13300 درهم. اللون جرافيت حتى هو ايفون 13 برو ماكس 256 جيجا فكيدير 13000 درهم، وهاد الاثمنه عرفوا بانهم راه يقدروا يزيدوا وينقصوا على حسب كل محل على حسب المدينه، فداك الشيء كيقدر يتبدل، يقدر يزيد واحد 100 درهم 200 درهم كاع ولا ينقص 100 و 200. دابا لا فيرسيون ديال 128 جيجا حتى هي 13 برو ماكس اللون الازرق كدير 12200 درهم، يعني بيناتهم 1000 درهم ما بين 256 و 128. 13 برو ماكس 128 جيجا اللون اللي اختار 12400 درهم، 13 برو ماكس 128 جيجا اللون اللي غرافيت 12000 درهم. دابا لي فيرسيون ديال نورمال ماشي البرو ديال ايفون 13 128 جيجا في البلو 8400 درهم، الايفون 13 تا هو 128 جيجا اللون الخضر 8500 درهم، يعني اللون الخضر شويه كيكون زايد على اللون الزرق والالوان الاخرى حيت كيكون يلا حتى هو يلا خرج مؤخر. بالنسبه للايفون 13 دابا 128 جيجا اللون الابيض 8300 درهم، والبلاك يعني 13 128 جيجا ب 8400 درهم زيد عليه ب 100. الايفون 13 ميني يعني لا فيرسون الصغيره اللي كيجي في اليد صغير وكومباكت للناس اللي ما كيبغوش هواتف اللي كبار، فهذا لا فيرسون 128 جيجا كيجي ب 7400 درهم. دابا غندوزو لي زايفون 12 ماشي 13، فبالنسبه ل 12 برو ماكس 256 جيجا كيدير تقريبا واحد 12000 درهم، ال 12 برو ماكس 128 جيجا كيدير 11200 درهم. بالنسبه دابا لي فيرسون اللي ماشي ماكس، الايفون 12 برو 256 جيجا كيجي ب 10500 درهم،
الايفون 12 برو اللي فيه دابا 128 جيجا كيدير 9900 درهم. هاد كاين الايفون 12 العادي 128 جيجا كيدير 7300 درهم. المهم الا غلطت شي حاجه قولوا لي في لي كومونتير، حتى انا حاولت نجيب لكم من المصدر الاثمنه اللي كاين في السوق باش تكونوا عارفين كل شيء. حاجه اخرى دابا بالنسبه ل 12 ميني، ذكرنا 13 ميني اللي 128 جيجا اللي كان كيدير 7400 درهم، فبالنسبه ل 12 ميني دابا حتى هو 128 جيجا كيدير 6600 درهم. ودابا غندوزو لي فيرسيون ديال 11. الايفون 11 ما قديش نلقى لكم الاثمنه اللي اكزاكت حيت السلعه قليله في السوق، فما عطاونيش الاثمنه ديالهم كاملين، عطاوني ديال الايفون 11 128 جيجا كيدير 6300 درهم. وبالنسبه للفيرسون ديال 11 يعني لا فيرسون برو والبرو ماكس، الى لقيت الاثمنه ديالهم اكزاكت فغنبارطاجيهم معكم هنا في لا فيديو في لا ديسكريبسيون تحت، وحتى في لي ستوري في انستغرام. وعندي الثمن ديال الايفون اس او 64 جيجا، هذا كيتباع حتى هو حيت الثمن ديالو ما طالعش وصغير كيدير 3300 درهم. الاثمنه ديال الاخرين يعني الاكس اس الاكس واللي قبل هادو كاينين غالبا غير في الاوكازيون، دونك ما كاينينش في الجديد، قليل لقيتي شي واحد عنده شي هاتف اللي مازال مطرق وجديد وما تحلش كاع من الوقيته اللي تلونسا فيها. فحاولت نبارطاجي معكم اهم ايفونات كيتباعوا دابا في السوق والاثمنه ديالهم، هذه هي اهم نقطه اللي بغيت نقول لكم من غير داكشي اللي نادر ولا اللي ما كاينش في السوق. حاجه اخرى اللي بغيت نبارطاجي معكم هو الميغانات، بحال الابل واتش سيريس 7 45 ملم كدير 4400 درهم. كاينه حتى هي سيري 7 واللي قل في المليمتر في الكادرون ديالها اللي فيه 41 مليمتر كدير 4100 درهم. هاد كاين الايربوس ديال لا 3ييم جينيراسيون الثمن ديالهم تقريبا كيتراوح في 1700 درهم. اش بان لكم دابا فنديروا فيديو اخرى ما يكونوش فيها غير الايفونات، يكون فيها المنتوجات الاخرين ديال ابل، مثلا الماك بوكات، نديروا مثلا الماك بوك ال البرو لي فيرسون برو يعني الام 1 الام 2 يلا خروج الام 1 ماكس ام 1 برو والايبادات حتى هما، فهادشي يقدر يفيدكم قولوا لي في لي كومونتير. ووصلوا لا فيديو نقولوا 6000 جيم، ملي وصلت 6000 جيم غنديروا من هنا تقريبا واحد شهرين فيديو اخرى وغنمشي نقلب لكم على الاثمنه بالضبط ديالهم وحتى الايفونات، حيت غتكون متزامنه مع الوقيته اللي غيتلونسا فيها 14، وبزاف ديال الناس كيتسناو مثلا يتلونسا الهاتف الجديد ديال ابل باش ينقصوا الاثمنه في الهواتف الاخرين، فالاثمنه ديك الساعات غيكونوا مطلوبين بشكل كبير. قولوها لي في لي كومونتير وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايين قريبا. السلام عليكم.